بقول لازم ندرب حالنا على التفكير بنصفن، بنقول كلنا بنعرف نفكر، ليش بدنا ندرب حالنا على التفكير؟ بنعتقد انه ممكن انه نولد مع الحياه ومع التنشئه، خلص بصير اسلوب حياه تفكيرنا وطريقه تفكيرنا، ولكن لا، فعليا من خلال تفكيرنا ممكن نوصل للنجاح أو عدم النجاح. ما بدي أقول الفشل، ما بحب أسميه، ما بحب أحكي هاي الكلمة. اليوم رح نعرف من خلال ضيفتنا الرائعة رندا الطحان، مدربة برامج تفكير. حبيت كتير التسمية، يعني أنت بتدرب الناس كيف يعرفوا يفكروا. صباح الخير مذيعتنا الأروع. حبيبة قلبي، أهلا وسهلا فيكي. عجبتني لما حكينا تحت الهواء قبل شوي، قلتي لي إنه الواحد كيف بفكر وطريقة تفكيره هي اللي بتأدي لطريقه بالحياة ووصوله للنجاح. وأوقات كثير لما الناس بتسمعنا بنحكي بهيك بهاي الطريقة بفكرونا إنه، يعني اسمحي لي بهاي الكلمة وكمان المشاهدين، إنه مننظر، هو مجرد تنظير. كيف بنقدر نطبق هالحكي على أرض الواقع؟ فاحكي لنا، أنت طبقتيه على أرض الواقع، وبدي من خلالك كمان أشكر أمانة عمان اللي ساهمت مساهمة كثير كبيرة بهالبرنامج يمكن الكبير. فاحكي لنا شوي عنه حتى ننطلق منه لطريقة التفكير. بداية هم مفاتيح العقل، علميا ما في شيء اسمه مفاتيح العقل، هي عبارة عن محتوى بيتجمع ذات الدلالة حتى نحكي عن عادات التفكير، عن عادات العقل وعن مهارات التفكير. بيتلخص البرنامج باختصار هو تعليم من الأطفال والشباب من عمر الروضة إذا بدك للمرحلة الثانوية، كيف طريقة التفكير يكون عندهم مخزون من تفكير للموقف المتواجد. الآن مع التسارع الكبير ما عاد التخصص في المجال هو سبيل النجاح، بكفي نتعلل ونحط شماعة إنه إحنا مجتمعنا مش عم يعطينا فرص، مش عم بيدعمنا. الذكي اللي بيمتلك مهارات تفكير عليا هو القادر على خلق الفرصة. هو بيتلخص بإنه الإنسان يكون عنده مجموعة من المهارات بالتفكير وأنماط وأنواع التفكير اللي مناسب يسقطها على الموقف وعلى الحياة. هو برنامج للحياة. حبيت لما قلت لك طريقة التفكير، قلت لي لأن طريقة التفكير هي اللي بتساعدنا ناخد قرار. طبعا. والقرار هو اللي بيساعدنا إنه يكون سواء يكون قرارنا صائب أو قرارنا خاطئ، وبالتالي هي سلسلة من القرارات اللي بتأدي فينا لمرحلة معينة نشوف حالنا وين ممكن إنه نوصل. هلأ بالنسبة أستاذة رندا للموضوع، قلتي لي من خلال أمانة عمان عملتوا نشاط كتير كبير بمنتزه، وكان في لكم يمكن انتراكشن مع الأشخاص اللي كانوا موجودين، تواصل كتير كبير مع الموجودين وأهليهم. احكي لنا شوي قديش هذا ساهم وقديش ساعد وشو عملتوا من خلالها النشاط؟ هي كانت دورة لمدة 3 أشهر، هو بيطرحها مركز زها مبادرة ملكية لمدة سنة تقريبا، فيها 4 دورات برامجية، اللي جزء اللي بيعنيني منها هو اعتمادي كمدرب في مجال التفكير وتدريب على مهارات التفكير. التحدي اللي كان كبير كتير هو انه الدورة ما كانت مصنفة لفئات عمرية، فكان هو من مرحلة 6 سنين 5 سنين وحتى الأمهات. فكان الطرح كيف انا بدي الاقي لغة فيها تناغم، اقدر احصل على احفز المشاركين، يكون في عندهم شغف للتعلم واستجابة يعني فيها دهشة وتحدي مخاطر مسؤولة. كيف بدي احكي مع هدول الفئتين؟ صح. فاخترت اني يعني اعمل شويه يعني حيل تدريبيه في اني انا اقسمهم مجموعات تشاركيه، لجئت لاستراتيجيات فيها كثير من النوع يعني الطرح الابداعي، حتى اني اقدر اجذب جميع انتباه التعلم بانماط متعدده. يعني انا كان عندي التحدي هو انماط التعلم، انواع الذكاءات المتعدده الموجوده عندي، بالاضافه
إلى تباين الفئات العمرية. تمام. بس الحمد لله تجاوزنا على هذا الإشي، ويعني لولا ما كان كمان أيضا وراء دعم من نفس حديقة أبو علندا، بوجه تحية كتير كبيرة يعني صراحة، وأنه كتير أبدوا تعاون رائع. وحتى كان اللي حلو أنه ما كان في روتين، وأنا هذا اللي استغربته. طبعا هذا شيء أول ما كنت أشتغل أنه كيف تشتغلي مع مؤسسة حكومية هلأ كل شيء تصلب قرار، بالعكس كان إدارة كتير فيها مرونة. هذا الإشي ساعد بأنه يعني يكون البرنامج يمشي بطريقة أسلس. تمام، خلينا هيك يمكن ندخل بصلب الموضوع. في معنا صور زودتينا فيهم رندا، خلينا نشوفهم سوا ونحاول هيك نشرح على هاي الصور ونوصل الفكرة بطريقة يمكن سلسة أكثر. شوف الصور هون، كانت الدورة التدريبية حكت عن كتير أنماط من التعلم، كانت كلها تفاعلية بأجواء يعني حبيت أني أجسد فيها المفاهيم بتحاكي الفئة العمرية، فإذا ما شافوا الإشي قدامهم مجسد، التخطيط الاستراتيجي كيف بدك توصلي، عملنا سيناريو الحياة وأكشن وجو استديو، شفت ألوان ورسم، التفكير الاستقرائي، هو فكر إجا دورك عن نيوتن، أيضا ربط عادات النجاح وكبح الشعور والمشاعر ومعالجة الإنسان داخليا بإشارات مرور، فكانت انه ربطنا ما بين اشارات المرور والشواخص الارشاديه بعادات العقل. ايضا كان فيها برنامج قيمي وعملنا شجره القيم، طول ما انت عم يعني المتعلم حتى يضل شغوف معك لازم لابد ان تثيري حواسه، تثيريها بشغف ويكون عنده استجابه، استجابته انت مسؤول عنها كمعلمه كمدربه، كل انت دور اللي بده يعطي المعلومه هو المسؤول عن الشغف، ما يعني لو اخفق في هذا الشيء هو الاخفق مش المتدربين. حبيت يعني تواصل فكري حسي بصري اجتماعي بكل النواحي. بالضبط، كان حتى كنت اقعد احضر هاي الاشياء، دائما ادرج كتب مثلا، حتى من حرك قطعه الجبنه الخاصه بي حاولت اجسدها باورجامي، ادمج الفنون. كانت دوره من بيناتهم تعلم التفكير الابداعي من خلال وجبات فكريه كانهم طباخين، وصرنا نعمل المنيو تاعت طلاقة، رشة طلاقة، بهارات من الأصالة، وحاولت أربط هذا الربط بما أني بعلم إبداع، لابد أن تكون الطريقة تحاكي الحس الإبداعي وتحاكي مهارات تفكير حقيقية. طب رندا، هلأ بما أنه موجودة معنا اليوم بدنا تغششينا أنا والمشاهدين، شو سر التفكير؟ كيف منقدر نوعا ما يكون تفكيرنا هو مفتاح للنجاح الخاص فينا، وللنجاح مش بس اللي خاص فينا، للنجاح الوطن كمان، لأنه احنا ما بنفكر صح ما بنكب نفايات على الأرض، ما بنقطع الإشارة حمراء على سيرة الإشارة اللي حكيتي عنها اليوم، بنبدع أكثر بشغلنا فمننتج فمنعمل ارتقاء بالمجتمع اللي بنكون فيه، كلها زي ما قلنا سلسلة كتير كبيرة، ولكن شو الخلل اللي بتحسيه بطريقة التفكير عنا؟ أكيد في أنماط كثيرة، ولكن الإشي المشترك اللي بتحسيه لازم يتم تعديله نوعا ما. هلا كان الشعار اللي أنا اشتغلت عليه والهدف الأسمى اللي كنت شايفته قدامي ورؤيتي لطرح محتوى هذا البرنامج كانت الاستخلاف بالأرض، نمط تفكير ونظام تشغيل، حتى أنا أحقق المواطنة الصالحة. المواطنة الصالحة ما بتنحصر بيا بيرقنا العالي ونغني ونهتف ونرسم فقط، صح، ولكن هي عبارة عن ترجمة سلوك، هي عبارة نمط تفكير، أنا أفكر النتائج المنطقية وما يتبعها، دور المؤسسات في حماية والأمن الفكري، في تجذير القيم اللي كلياتها هاي بتشكل غلاف بتحمي الشباب، ومن ثم نظام تشغيل، كيف انه انا بدي اشغل هاي المعارف. انا في عندي مثلا حمايه الممتلكات، هل حمايه الممتلكات تقتصر بس اني احط صوره بس يعني، ولا انها تترجم الى واقع محسوس؟ فكان التدريب هو عباره عن ترك اثر التعلم. النتاجات اللي طلعت فيها من الطلاب كانت اخر شيء التقييم انه اطرح مبادره، فكل واحد فاجأوني بعمق المبادرات والأفكار اللي طرحوها، وكان أثر البرنامج كتير كبير عليهم في أنه المواطنة الحق وبناء البلد وتطوره، حتى فرصتك أنت اللي بتخلقها.
رح تيجي يوما ما بس اتعب وتميز. فالتفكير هو بيساعدنا ان احنا نتحرر من نمط تفكير اسرتنا فيه العادات تمام. او التنشئه او التفكير الجمعي تمام او السلبيه لاوقات كثير. طبعا هو التفكير الايجابي من اهم دعائم البرنامج اللي كان مبررات عدم نجاحنا او عدم قدرتنا على تنفيذ امر معين على الظروف المحيطه حولنا. هذا عجز في التفكير. بالزبط. شو بتحكي للاشخاص اللي طريقة تفكيرهم خاطئة أو اللي مرات طريقة تفكيرهم بتأثر كمان على اللي حواليهم؟ يعني كنت عم بحكي عن عدوى السعادة الصبح، لا هون عم نقول عن عدوى سلبية من نوع آخر، لأنه طريقة تفكير الشخص المحبط بتأثر كمان على اللي حواليه بإحباطهم على أولاده على كل هاي التفاصيل. كيف بيقدر الإنسان يعدل طريقة تفكيره؟ هل لازم يكون كتير صغير ولا ممكن على كبر يقدر يعدل طريقة تفكيره كمان؟ طريقة التفكير تبدأ بأول ما الإنسان يعني ربنا خلق له عقل، هي التفكير هو قرار. الطفل الصغير بس بده ياخذ المعلقة هو قرر كيف يمسكها، هذا على مهارة بسيطة وحتى بيمتد معه للكبر. هلا بالنسبة للإنسان اللي بيكون في عنده تفكير سلبي وبشوف النصف الفارغ، أنا بقول له نصيحة مختصرة: وسع النظارة، شوف من فوق، وسع محيط الإدراك، لا تنظر للإشي من زاوية. رقم يعني 6 و9 بالنسبة لك، أنت بتشوفيها شكل وأنا بشوفها شكل. صح. لو إحنا إجينا وقفنا أنا وياكي من جهة أخرى، رح أقول له أنت رح تضلك خسران ورح تخسر نفسك بالأول ورح تخسر فرصك بإيدك طول ما أنت زاويتك محدودة. وسع بارادايم التفكير، وسع محيط إدراكك حتى أنك تشوف الأشياء المتاحة. اكتسب، اعمل على اكتساب مهارة البدائل. كل ما أنا شفت بدائل عندي 2، آمن بحجر الخطو. أوكي أنا هلأ دارس ومتخرج من الجامعة، ما لقيت وظيفة المدير اللي بطمح إلها، خذ حجر خطو حتى لو هو إشي يعني آخر غير تخصصك. مرحليا آمن بالإشباع المرحلي، مو كل إشي بناخده في بداية حياتنا ولا حتى يمكن لما نكبر. يعني ضلك تعبان، ضلك جوعان كابد، لو تكون سيد نفسك لحظة قبل لا تموت، موت على الدرب بس ما تموت وانت فاشل. صح، رائع. يعني رندا الطحان مدربة برامج التفكير، شكرا كثير لك، شكرا على طريقة التفكير الرائعة واللي قاعدة عم بتحاولي توصليها لكل الأشخاص اللي عم تتواصلي معهم. اليوم حاولنا نوصلها أكيد من خلال يوم جديد. نتمنى لك كل التوفيق، وبدنا نقول من خلالك أكيد طريقة تفكيرنا هي سر لنجاحنا، سر لوجودنا على هاي الأرض. خلينا كل شخص فينا يحاول يفكر بطريقة إيجابية بطريقة صحيحة، ياخذ القرارات ويقدر إنه يمشي بالحياة، والحياة فيها الأبيض وفيها الأسود، بس إن شاء الله دائما البياض بيكون فيها أكثر من السواد. شكرا كثير لإلك رندا، وتشرفنا فيكي. أهلا وسهلا. مشاهدينا قبل ما نكمل باقي فقراتنا رح نشوف هالتقرير اللي مؤتمر الشباب العرب 37، هالمؤتمر صار بالمركز الثقافي الملكي. خلينا نشوف التفاصيل بالتقرير وبعد هيك بنرجع لكم بيوم جديد ومع دعاء وضيوفها. نصبح عليكم مشاهدينا اليوم من مؤتمر الشباب العربي الدولي، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بين أكثر من 100 مشترك ومشتركة. خليكم معنا مشاهدينا بهذا التقرير، صباحكم سعيد. شكرا جزيلا على تشريفكم إلنا.